اللي بالي بالك محمد سعد لو انتجت دلوقتي فيلم او مسلسل ليه ينجح؟ بص، هو استهلك نفسه شويه زياده عن اللزوم في حاجات، بس هو فنان رائع. استهلك نفسه ازاي؟ هقول لك استهلك نفسه. هو مختفي مش باين كتير. لا بالعكس، كان عنده مسلسل سلف في رمضان، ما فيش حد حس بيه ليه. ما انا هقول لك بالنجاح المتوقع. لسه كنا بنتكلم السؤال اللي قبل كده ان في مقومات للنجاح. فهو احيانا في نجم مثلا ياخد اجر عالي، فالمنتج اللي بيشتغل معاه يبتدي يجيب مخرج مثلا باجر قليل، ابطال قليلين، المدير وهكذا، بقيه العناصر يوفر فيها، فيطلع عاده النجم واخد فلوس بس مش ناجح. النجم بقى الشاطر اللي ممكن يتنازل شويه عن اجره في سبيل، ونيل اللي بتعمل كده على فكره، ويسرى بتعمل كده على فكره، في سبيل ان عارفه في الاخر في بادجت بنتحرك فيه، بتقول لك خد من اجري وهات المخرج الفلاني، او عايزها مدير التصوير في الاوانه، فاهم؟ طول الوقت بقى في كده لان عايزه تكمل وتستمر. محمد سعد ممثل موهوب جدا وشاطر جدا، بس هو عايز يدار بطريقه احسن من اللي هو بيدار بيها. اختياراته دمرت حياته زي ما بيقولوا. اه انا لدرجه بفكر اعمل له فيلم. والله. اه والله. وهو يستاهل، يعني يستاهل، لانه ممثل شاطر جدا.